السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الدرس الثاني في توجيهات ونصائح لضيوف الرحمن. يعني الدروسات كانوا وين لبعض الإخوة والبعض الشباب اللي طالبين كرا التوجيهات كرا النصائح، وهم مقبلون على فريضة الحج، على فريضة الحج. فقد سبق الدرس الأول، والآن سنلحقه بالدرس الثاني، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي القلب وأن يسدد اللسان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. بالنسبة لبعض النصائح بين يدي الحج، في هذه الكلمة المتواضعة سنلحق وسنضيف بعض التوجيهات الأخرى وبعض النصائح الأخرى. من ذلك أن يحرص الحاج على ألا يرفث وألا يفسق وألا يجادل في الحج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا هو الحج المبرور. أريتني النبي صلى الله عليه وسلم وأني حجا وليس كالرفث الفسوق ولا الكلام الفاحش، ولا يقربن أو لا يقربن زوجته إن كانت معه، ولا يجادل ولا يفسق ولا يعصي، رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. أي فضل هذا؟ يسبع ذا السن مدن معنا رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذه توري الإنسان الذنوب صغم كل توري أمس، بمعنى لا ذنب له، إنسان نظيف لا ذنب له ولا ذنب عليه. وهذا يتجلى في حديث أو في مبايعة عمرو بن العاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. إكتن عمرو بن العاص إجا أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. إنك الأمنية الوحيدة ننكي مدريخ رخض فرخص الرسول نخز أيام الجاهلية. أريد لك أن الدين لك أن الشخص اللي قال أبغض عندي من محمد. لكن لما وقع الإسلام في قلبه وشرح الله صدره للإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فقال: يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك. فعلا الناس قدفوا سنك أديك تصفح باش يتأكبايعك في الإسلام، بأن رسول كيخ المشرك سأصبح مسلما. يمد الرسول صلى الله عليه وسلم فسنس، فقبض عمرو يده، فقبض عمرو رضي الله تعالى عنه يده، فقال: أشترط يا رسول الله. الناس ورك بيع آخر تسكر خيان الشرط. الناس النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تشترط؟ ما يقال شرطنا الناس أن يغفر لي، الناس لخي يغفر ربي لي كل سكر. الناس النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أما علمت بأن الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله؟ الناس النبي صلى الله عليه وسلم خرسنت بأن الإسلام الإنسان يغدر ديك مسلم كل غير اللي يسكر الجاهلية من دون برس تغفر ربي سبحانه وتعالى. يغيسك المحاسين دوافو الكيد الحسنات أرسنتي تخرب بوخات انتي سكر الجاهلية، يغيسك الدنوب أرسني تغفر ربي، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. الناس يغدتك شمس الإسلام صافي يغفرك ربي. كذلك الناس الهجرة اختهاجرت من مكة المدينة، هاتي أراكي تغفر ربي الدنوب لكس الهجرين يعني. ويسكرد الناس الإسلام يسكرد الناس الحج يهدم ما قبله، يقدر دي حج بندم، يعني أرسي تغفر ربي الذنوب صغم كلنا غل حادثة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب العلماء أننا كوشت الذنوب الكبائر غي حج بندم أرسي تغفر ربي غي حج الشروط إلا ما استثنى من العلماء، أننا كرسي تغفر ربي سبحانه وتعالى حتى كبائر الذنوب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا كالحج أشهر معلومات، شوال ذو القعدة 20 ذو الحجة، أي قال أشهر الحج. وأن في التوفرد الحج الشهورات إنك فلا رفث أو ليس كالإنسان الرفث، وهو الكلام الفاحش، ولا فسوق، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى.
ويتناول الفسق جميع المعاصي ومنها المحظورات، محظورة الإحرام، لأن الفسق في الأصل هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. وكذلك ولا جدال في الحج، أو جدل الإنسان الحجه كننا رد يقضوه مخكيه كذا تيقدر يسني خشيطا إلى آخر الليالي اللي غرد دورين الدوريس البلاد نسن يسكرس المشاكل. يخص يحرص الإنسان كل الحرص على أن لا يجادل، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك المراء، وكان محقا في الحقيقة، أنا زعيم كما يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إن كان كي أرتض مرخيات الدرجة العالية غقي الجنة يولي في الجدل وخدر سيلا الحق. يخص الإنسان أريد جدل صافي، اختت جا واحد يهرت الإنسان تجاجوج ناس تجاجوج ماشي مشكل، أكورت قل مخالفة شرعية هميلا هميلا اللغم كذلا ماشي مشكل صافي خليه. علاش؟ حفاظا على الوقت ديالك اللي استنفقته، حفاظا على المال، حفاظا على الحج. اذا هذه نصيحة الاولى، الا يخوضوا في الجدال العقيم، ان كان ولا بد من الجدال فليكن بالتي هي احسن كما قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن. ولكن كلما تفادى المسلم والحاج على الخصوص الجدال كان قريبا من سلامة حجه مما ينقص منه. كذلك الإشراك بالله عز وجل، أن ننتبه لهذا الأمر أو نسكر الشرك ربي سبحانه وتعالى. نوري أن الإنسان كي الحمد لله سلفي المنهاج سلفي المعتقد أنا سني الحمد لله وأنا ضد الشرك، هذا مشكل. نوريك شما الشيطان الإنسان غلبابا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا زلت أجدد إيماني، كل ما يبكى الإنسان الحياة أن تجدد الإيمان نس. طوبات هذه تجدد الإيمان، نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المؤذن للتودان يجدد إيمانه حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يجدد الإيمان. كذلك المصلي يجدد الإيمان، تجيور تغدر تجدد إيمانك، تصوم تجدد إيمانك، في كل لحظة تجدد الإيمان. وتجديد الإيمان فيه يعني دلالة على ترقي الإنسان في إيمانه، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وحينما يتحقق إيمان المسلم الكامل يضمحل معه الشرك، ولكن الشرك راه قريب منه، راه الشرك راه يقرب الإنسان يقول إن لا نكي يخسوني لا. النبي صلى الله عليه وسلم الله أريتني غد عنس، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا إبراهيم أريتني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويذكر يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعله من المسلمين. إذن أخي الكريم دائما المسلم يخصد أي حرص كل الحرص باش النور يوقع الشرك بالله تبارك وتعالى وهو لا يعلم. لا الشرك الأكبر بنوعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو الرية والسمعة، والله المستعان. من مظاهر الشرك عند الحجاج أرثن تفاتي غير يفوغ غير البلد على ستيني كرانيان أوي، يعني أخذ لكم زغين تراتي سميانو غيقين الصخرة ليلان جبل الرحمة جبل عرفة أريتي دوس غين أرسيتيني هاني غين توري تسميان غين رأي غر الحج. أرتي تفاد الإنسان يرى اسم الكرانيان غينينك بشي حجو. كذلك من مظاهر الشرك أن يتمسح الإنسان ببعض الآثار القديمة ويعتقد فيها ما ليس له، ما كان خاصا بالله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان الذي تدعو الأضرحة إلا ما ريدو مثلا يخصددو أي طوفي بعض الأضرحة إنك باش تحفظن، سيكون الإنسان على بال. كذلك من البدع الواقعة في موسم الحج أرتوين بعض الرسائل أرستي ككري الإنسان غي إن يسلمي في الرسول لحتي خشباكي الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسلم في لك فلان، مع أن الصلاة تصل إلى رسول الله من أي بلد، لن كل ملائكة اللي نقلن ونزل في الرسول في أي أرض لست سلكمل فلسي ترد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من مظاهر الشرك بالله تبارك وتعالى الاستغاثة بغير الله،
أريد ضرب الغوت المدد من غير الله سبحانه وتعالى. كذلك الاستعانة بالأموات غير ضلب، أريد ضلب الأموات من الأنبياء والصالحين ودعائهم من دون الله. كذلك الحرف بهم تعظيما لهم، إلا ما يتقلن الأنبياء الأضرحاء الصالحين، أريد ضلب البركة، هذا من مظاهر الشرك. فيبطلون بذلك حجهم كما قال الله عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كذلك نصيحة بين يدي الحج: تزين بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق وفيه مخالفة شرعية. كذلك التفت الحج إلى الحج، أي تحلق قد منس، أي تحلق قد منس. نمك العلماء معصية المدخن الذي يشرب الدخان السجائر والتكمين، فمعصيته أخف ضرر من حالق اللحية. علاش؟ شوف العلماء ما كتسمو قول ننك المدخن أو الشارب أو الذي يشرب الدخان للتكمين، داس بعد الثواني ربما بعد الدقائق يكمل السجارة يلفت صافي تقلع المعصية، أرد دخلك ملوق لي رد دخلك مين يقفضح متلبس بالمعصية. أما حالق اللحية فما دام قد حلق شعر وجهه الذي أمر بتركه وإحفائه فهو في معصية، دائما في معصية ما دام شعره محلوقا، لأن إيقام من علامة الحج المبرور يغذيور الإنسان يغزوال يدو الإنسان يتقلع على المعصية اللي هو ابتليت بها الأمة. يخيل الحيانس لله تبارك وتعالى يورد يعفى الحيانس صافي، يورد زاهد في الدنيا راغبا في الآخرة. هذا كله صور من صور الحج المبرور. كذلك إلا بعض الحجات نتسمو قرد لسان وقنسوا الخاتم الذهب. الخاتم الذهب ماشي غير غير الحج، خاتم الذهب عموما لا غير الحج ولا غير الحج، فهو حرمه الله سبحانه وتعالى على ذكور أمته، يحلت ربي سبحانه وتعالى إتمغارين تبدل الإنسان يسكن الخاتم الذهب إنك توفي خصص الراحة يعزبي أتي ولا كذا، لا أتي وإن يسكن الخاتم الذهب غير قزن زندي يعتمد إيجيات الجمرة يترقيت غوضات نسرتي تجدر تيرقيتان تقاتين جهنم والعياذ بالله. كذلك النصيحة الأخرى أن وإن يعزم البشي يدوس الحج أردي سيوي الهادي، ما يقال الهادي غير اللي ميري غرس نهار العيد زندق بكلي نقرس نكون الضحية الحج جاري قرسي الهادي نهار العيد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غدا تيسوق ديال سير عمان غير اللي ميري غرس غير الحج من 25 ديال القعدة يسوقنا الرسول صلى الله عليه وسلم غير المدينة مكة وغادي يتسمى الهادي. طبعا أن غيلات الزمان درسوا لك يستوي الهادي شكور تيدون الطائرة بمعلم لم يتأتى لهم ولم يتمكنوا من أن يصحبهم الهدي وهم في الطائرات. مازال يسكر الإنسان يسكر عمرة أي يسكر التمتع عيش مس التمتع. أولا ما هي الأنساك؟ الأنساك الحج ثلاثة، بمعنى الحج ينقسم من حيث تفصيله الأصلي إلى ثلاث أنواع. النوع الأول هو التمتع، والثاني هو القران، والثالث هو الإفراد. ما يقل معنى التمتع كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لقت لي فوق الإنسان يلسو دخل الطائرة رسول نبين بعض الآدب اللي ريت على قد السفر، لقت لي كما الميقات ريتيني لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولو الحق في أن يشترط على ربه فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. فالنسك اللي يسكى الإنسان من تلبية وإحرام وطوف بالبيت والسعي بين الصف والمروة وحلق شعر وتقصيره إذا كان متمتعا غوش كان يقار السنة يتمتع سيات السنة تقيس رغبة في الخير خير وعمل يموتجيك شمال حج شوي الله بعض الحجاج بل أغلبهم أي تحسبي زمن من اللي غيك شمغل ميقات الطائرة يسيل لغ الحج من يتريد الحج ولسين حجه صحيح ولكن فاته الخير الكثير. فقدر الذي يتفقه الإنسان غل أمور العبادة عموما والحج خصوصا يزداد فضله ويكثر أجره. يخصت السند بأن يختليت الطائرات تحرم تستمتع الأعمال اللي تسكرت من تلبية من طواف من السعي من الحلقة والتقصير ومش كان يقول السنة العمرة وتجيتك شمت غل حج يخار يوم الطروية 8 أيام
غدير حجه راه تفوق مكه سمينا على الداخل ديال الاعمال الحج. اما الاعمال اللي تسكرت من الطائره يخص بقت مكه قال اعمال العمره وانت متمتع. القران ما تيقان القران اي قارن بينهما، قارن بين الحج والعمره في اعمال واحده وبنيه واحده. أتيت لبيك اللهم عمرة وحجة سموت نسيان الظهر ولا تحية الإحرام يخار يوم العيد أرتسك الطواف الإفاضة. الأعمال اللي تسكرت من الميقات من تلبية من طواف من السعي من رمي من رمي الجمار من كل شيء قال كل الأعمال الحج العمرة سيان الظهر سموت نغيال الأعمال. ولذلك أن أنت وليت تحل القارين من الإحرام سقولنا يكشم يزور العمرة اي تقام غير حرام سيخار نهار العيد يسكر طواف الافاضه عاد يسكر التحلل. وكان النوع الثاني النوع الثاني من امساك الحج ولم يتاتى لكل انسان ولا يجوز لاي انسان الا لمن كان معه هدي. وان دي سوي الهدي يصاحب دي سوي الهدي انت يسكر القران باي أنو باي نوع من انواع الحج. حج النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني اللي هو القران. النوع الثالث إيقات الإفراد. ما معنى الإفراد؟ أفرد الحج عن العمرة. أنت الزور داخل الحج أي زوال الحج أرتكون لي كمل المناسك زون غليسك القارين عادي غيرة السلديس جرو يعني العمرة بعد الحج جاز له وله ذلك. إذا هذا هو الفرق بين المتمتع وبين المفرد من جهة. المتمتع قدم عمرة يعني عفوا المتمتع قدم عمرة والمفرد أخر عمرة. كذلك من جهة أخرى من الفوارق أن المتمتع وجب عليه أن يقدم وجب عليه أن يقدم العمرة على الحج والمفرد لا أريد تخيل عمرة أرتكون لي كملي غير استيسكريسكت. طيب ما حر من الصحابة حر من الصحابة رضوان الله عليهم من اللي خفوا غ المدينة كي قد تياني حرم سينتي عجبن الرسول صلى الله عليه وسلم أريتني عائشة عفوا عائشة رضي الله عنها أريتني فمنا من أهل بعمرة هو التمتع ومنا من أهل بحج وعمرة وهو القران ومنا من أهل بحج وهو الإفراد. صافي أم كذا في كل الدن الصحابة من اللي قالك من ذو الحليفة شكوش كان المدينة والميقات للمدينة ذو الحليفة صافي بقى نرت البن اختلف النيات نسن غواد مفريد غواد متمتع غواد قارين. طيب إخايل لغلك من مكة فكان آخر الأمر أن خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطابا مجددا يلا الخطاب الجديد مدى سنيننا الناس شفت كل ما يكشف من سكر النسك اللي هو النسك القران ولا النسك الإفراد التفسخ يسكر قصة العمرة بمعنى متمتعين وخا تكشمت سكرت العمرة تكملت كل شيء صافي السلوس مفرد ولا قارين صافي تصبح عمرة بما فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. إما أنت صلى الله عليه وسلم أنته يوم رأسني ليس تسكر التمتع أنت يسكر القران. إن لو استقبلت من أمري لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت ولا جعلتها عمرة. إن كما يمنع أن تسكر التمتع اللي يسكنه مرخ يحبسي الهادي أشكون كي الناس ويحد ديما ميقرصخ. فكان كل من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصاحبته للهدي يبقى على قرانه. زند علي بن ابي طالب الرسول بعد الصحابه يضني اللي دوش كان غليمان او يديس الهدي واللي روي الهدي بما فيها الازواج من الرسول صلى الله عليه وسلم قالتني يعني ليس نسكرت تمتع تمتعت اصبحت واجبا على القول الصحيح اصبحت واجبا على القول الصحيح. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطب الصحابة يا مرات نسلس إنك النبي عليه الصلاة والسلام وإنك من سكر الحج يضني لكمة الأمراض يخصدك كي سكر التمتع. أريتني النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. ملي غسلنا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة الناس بعض الصحابة أرأيت بمعنى أخبرني أرأيت متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعي واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. الناس ماشي غير غاس بقوسة عام حجة الوداع اللي غونخ دخلت العمرة في الحج غير غاس بقوسة إلى يوم القيامة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر لس فاطمة والأزواج كلهم جميعا رضي الله تعالى عنهم جميعا وبعض الصحابة بالتحلل بعد عمرة الحج. وخا كمل سكر الحج سكر العمرة كمل الطواف الساعي الحلقة والتقصير إلا صافي اعتبرت اختد تقى عمرة متعة. وخاتك شمس الإفراد وخاتك شمس القران بلا ولي دي السوي الهب انت راه يبقى في الإحرام نص غير فايتين. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من طاف بالبيت فقد حل فقد حل. وني يطوف نغ البيت يكشم يسكر طواف القدوم اللي هو طواف العمرة يسكر السعي يسكر التقصير والتحليل انك فقد حل صافي خصك فوق غنسوك هنا تعتبر متعة. الناس سنة نبيكم وإن رغمتم الناس عبد الله بن عباس اختنت سنة النبي وخير تريم. إذن فعلى كل من لم يسق الهز أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة. والنبي السوري والهز يضغط لكل سكر الحجاج الزمنات يخصى أي سكر يعني أي سكر العمرة أي سكر شمس التمتع. فمن لب بالحج مثلا مفردا أو قارنا تكشمت كيس إفراد ولا القران من قبل الكمك الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسخ فينبغي لك أن تبادر إليه أي لم تتاله ولو بعد قدوم مكة وطوافك بين الصفا والمروة فتتحلل ثم تلبي بالحج من يوم التروية لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب يريخ دي الدريات الشبهة غي مستيقان حديث جابر وحديث عائشة مسنا عائشة نكفى منا من أهل بعمرة اللي هو التمتع ومنا من أهل بحج وعمرة وهو القران ومنا من أهل بالحج وهو الإفراد. غم كذا ريخ يوقع والحديث صحيح لكن من بعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس والنجي وندوري والهادي يخصى يسكر التحلل والنجي والهادي يبقى في القران والنجي يسكر الإفراد يخصى أي ريسك المتعة أي سكر التمتع. ما من كسر نحل المسألة أتنتحل بأن آخر الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفسخ النوع من أنواع النسك إلى العمرة والتمتع ما لم يكن يصحب معه القران. طيب هذه من جهة. شبهة ثانية ليس يمكن يغضي الضر أو ما يسمى بالتعارض أنه روي عن عمر بن الخطاب وغيره رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحج المفرد هو الأفضل هو الأفضل الحج بالإفراد هو الأفضل وهذا أثر صحيح عن عمر وعن غيره. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسكرس ينتأويل يقان علمي فقهي أصلي باش يخول يوقع لي تعارض بين الأثر عمر دغيره الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غسني عمر أتسكرن الفسخ اشكو غادي تحضر الحديث عائشة النيكا كي قلت لك الصحابي يحرم سيناتي عجبا من الانواع الثلاثة عمر بدل غير رسمي من الصحابة ان انا كالحج بالافراد الحج بالافراد افضل ولكن نفنغ الاثر ابن عباس الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول ليس كل اسكم تحلل توريم سميتو سعمر. ابن تيمية رحمه الله تأول قول عمر بأن الحج بالإفراد أفضل إنك ذلك بأنه أراد عمر إفراد العمر في سفرة والحج في سفرة إنك معنى القول العمر إنك ما فينا أفضل أفضل إنك قلنا سكرت العمر وحدت سكرت وحدت غياد السفرة ثلاث سكرت الحج غياد السفرة يغينا سكرت الحج غياد السفرة بمعنى التمتع لساسن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن عمر كان ممن خطب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخ الحج من القران ما لم يكن مع الحج هديا ومن الفسخ من الإفراد إلى التمتع لقوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كذلك أيضا من النصائح أي يجتهد الحاج أو ريفل البيات بمنى ليلة عرفة. إياك أخي الحاج أن تدع البيات في منى ليلة عرفة
ما يقال ليلة عرفة فإنه واجب، لأن الإنسان يكمل يسكب التمتع يكمل العمرة يحيد الإحرام ينسى الحوايج نص عاديين، ومن بعد يتهلق تزليط الحرم المكي، لأن يتزليط الحرم 300,000 صلاة طواف التطوع لقراءة القرآن إخار يوم التروية يوم 8 ذي الحجة ردخت اغتسلت وهو محسن مستحب تدخل الإحرام تحرمت غلوطي محل الإقامة فخت سمينان يوم 8 ذي الحجة ركزت 24 ساعة 24 ساعة ركزت زلت الظهر العصر المغرب العشاء تروح تقيس زلت قيس الصباح أتدو تسعة عرفة. ربما نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس الثالث سنتمم إن شاء الله ما تبقى من بعض التوجيهات والنصائح، والله أعلم، والسلام عليكم.